الهجرة الجديدة تم اليوم إطلاق المكون الخاص بالمملكة المغربية بين البرنامج شبه الإقليمي لمنظمة العمل الدولية المتعلق بمشروع تحسين إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين الذي يغطي تونس المغرب مصر وليبيا، مشروع وقعت بشأنه اليوم مذكرة تفاهم. توبا الغزواني. لطالما ارتبطت صورة المهاجر في بلد معين بصورة الشخص الذي يتولى القيام بأعمال يدوية بسيطة لا يرضى أهل البلد القيام بها، ومن هنا جاءت ضرورة الاهتمام بهذه الفئة. تنعرفوا كذلك بان 10 شتان ديال في البيان ديال الديوان الملكي الاساسي، النقطه الاساسيه اللي تركز عليها البلاغ هو الدفاع عن الحقوق، احترام كذلك الحقوق ديال المهاجرين اللي عندنا في المغرب، لان البعد الانساني والحقوقي كان هو الاساسي في السياسه، في الفلسفه ديال السياسه ديال الهجره الجديده في بلادنا. وتكريسا لهذه الرؤية تم التوقيع على اتفاقية بين منظمة العمل الدولية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتمويل من الحكومة السويسرية. بلدي سويسرا ومنذ زمن بعيد بلد للمهاجرين بامتياز، وبالتالي فنحن نريد تقديم تجربتنا في هذا المجال لكي تستفيد منها السلطات المغربية. العمال طبعا بالنسبة لمنظمة العمل الدولية قضية أساسية، وروح عملهم وتطبيق وتوفير لهم العمل اللي هي قضية أساسية، وهذا ممكن تنفيذه عن طريق بعض المعايير الدولية التي تتعلق بحماية العمال، كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، جانب ظروف العمل، كل ما يتعلق بالتحويلات المتعلقة بهم وتأثيرها على الحركة الاقتصادية بصفة عامة. ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية كذلك بمثابة تتويج لجهود المملكة في خدمة هذه الفئة المهاجرة وتعزيز حقوقها داخل المجتمع، خصوصا بعد انطلاق عمليات التسوية الاستثنائية للعديد من المهاجرين.